هذا صادق ديبان يا مرحبا نورت اسمه عبد المجيد لا ماجد ماجد عبد المجيد يا اخي انت اخذت قلبي هلا ماجد شلونك طيب نورت انا ماجد انا حاب اوصل لك رساله بس ان امس صارت وصراحه تحز بخاطرنا احنا انه يوم يتكلمون يقولون مثلا فريق الدعم انه افشل فريق مر على برامج الواقعية هذا غير صحيح بشكل عام انه بقول لك شيء برنامج جنت عرفت هذا غير صحيح انا بقول لك انا لاني انت ما معك جوال لكن انا معي جوال واشوف فريق الدعم كله واقف معاكم ويحبكم ويدعمكم وواقف معاكم بكل شيء تسوونه بالعكس ان اخطيت تراهم هم يعدلون خطاك يعني هم كانهم معاك ترى هم داخلين المسابقه الحين معك فانا حتى كلام اخونا علي بن ويا اليوم تكلم وقال انه غير صحيح يعني حتى استعجلوا المقدمين يعني استعجلوا بالحكم لكن هذا غير صحيح انه فريق الدعم كانوا يجونا ويقولون انه في مبادرات نبي مثلا فلان يعني هذه المبادرات لازم يقدمها لكن في انظمه وانت عارف سياسات صحيح. يعني يمكن اليوم الفلاني مبادره فلان اليوم فلان لكن بيخلونها مره واحده بتخلص يمكن ثلاث ايام اربع ايام فهمت فانا اقول لك ان فريق دعمكم كلكم يحبكم ومعكم ويدعمكم اليومك هذا تسمح لي أن أتكلم ولا تفضل بخصوص فرق الدعم اللي هو لا والله إلا مكملين أولا الكمال لله سبحانه وتعالى ما في أحد كامل ولا بد التقصير لا منا لا من فريق الدعم لا من أي أحد فيه تقصير لكن أنا أتكلم عني يا ماجد فريق الدعم ما قصر جايب لي مبادرات وجايب لي أغراض أنا محتاجها والله أني ما كلمتهم فيها لكن من يشوفوني يدرون وش اللي ناقصني ويسوونه يعني انا يا ماجد هنا في البرنامج هذا بالجنتل والله اني ما احتاج شيء الا فريق قدامي يكمله لكن فيها اساسيات عند البرنامج انه ما اقدر اسوي لك مثلا خمس مبادرات صحيح مبادرات ورا بعض فرتبها على ثلاث ايام اربع ايام على الاسبوع مثلا ثلاث اشخاص اربع اشخاص فيكون لها نظام معين مو بانه هذا صحيح فيكون لها سياسه احنا والله يا ماجد عشان ارضى الواقع قلت انا اعلمك وش يصير برا جميل والله ما عدم انت شرفتنا انا مستاذن من مدير الفقره لانه باقي اعتبر ما قالوا هو اللي يدير الفقره هو اخوي عبد المجيد لا ما اجي من بعد بستاذن منك بس سؤال سمي ماجد انت تشوف يعني في التقصير يعني في الترتيب يعني في التنظيم هو مو بتقصير كثر انه ابغى اطلع بصوره افضل او جماليه انت تبي مسوون جدول يعني قصدك يكون في ترتيب جدول هو الحين الحين هذا كلام علي انه الحين في ترتيب في ترتيب وملكي ايه؟ لا من فرق الدعم ولا من الاعداد هذا الصحيح بين الفرق ترى تواصل هذا الصحيح وفي اشياء واصله لهم وصلوها لنا وفي اشياء مرتبينها مع فرق الدعم على الاسبوع الجاي على الايام الجايه على فيكون لها موعد لا مقدم. لا انتم بالمكان هذا شدوا حيلكم وجمهوركم كله يحبكم اصلا ما يحتاج الجمهور بدون فرق الدعم ترى ولا شيء يا حبيبي عسى عمرك طويل احنا عشان نختم لان الحلقه انتهت معجل الفقره والله هذا ساعة. يقول لي والله راحت. اي والله راح معجلها يا اخوي نورتونا والله يا ماجد والله ان ودنا اننا نطول معك اصلا ودي والله اني من بدايه يا حبيبي عسى عمرك طويل ونورتنا وجودك هذه بالخمس دقائق ترى تعتبر عندي شيء كبير الله يسعدك يا وانت نورتنا يا مسفر بنورك انت والله انت اخو ومن ابناء هذه القناه فانا ما اشوفك ضيف عبد المجيد انت احد النجوم اللي سبق مسفر برمتها يا حبيبي ماجد احد الاعلاميين اللي سبق مسيره مسفر برمتها صراحه يقول دائما انظر اللي اعلى منك او اللي قدامك وتعلم منه فهمت انت مسيرتك قبلي مسيرتك الاعلاميه قدامي وبالعكس انت من الناس المبدعين اللي والله العظيم من يوم جاني اتصالك وانا فرحت ليش لان هامه مثل هامه اخوي عبد المجيد ادفع فلوس عشان اجي فقط والله صادق والله. بعدك والله وكلنا مكملين في هذه القناه هذا صحيح قناه الواقع اللي انا احبها محبه قويه صراحه يستاهل وجود انا دائما جاي متاخر والله والله جاي من بدري ودي من بدري انا علشان اختم بالموضوع احنا دائما انا تكلمت اول ما دخلت بالحلقه طبعا